عمك ابو سعيد اتصل فيني من شوي وقال لي اجي لعنده. ايه عم ينتظرك. تفضل تفضل. يا اهلين، شرفك. تفضل. يلا يلا تفضل ابو صلاح. يلا مرحبا يا جماعه. اهلين ابو صلاح. تفضل تفضل. شلونك ابو سعيد؟ الحمد لله. اهلين وسهلين. قومي اختي قومي. عادي قومي. ايوه يا ابو صلاح، بعده صاحبك بده يبيع الاملاك اللي حكيت لي عنها؟ ومستعجل كتير. من ساعه حكى معي وقال لي اذا ما بدبر له بيعه خلال اسبوع بده يشوف غيري. معناته الشغله صارت متوقفه عندك، لانه نظميه وافقت تبيع الارض وتساهم معنا بالمشروع. انت الصادق، مو مساهمه، شريكه. ايوه تفرق معي شبرين. ايه شريكه. ابو صلاح، تقدر تبيع يلي عندي ويلي عندك ويلي عند نظمية خلال أسبوع؟ بيسهلها الله. ممكن أسألك سؤال أبو صلاح؟ تفضلي. بدال ما تبيع أملاكنا مشان تشتري فيها أملاك المسؤول الكبير سابقا، ليش ما بتبيع له أملاكه وبتاخد أنت العمولة لحالك؟ لا تخافي علي، لو بقدر كنت ساويتها. وليش ما بتقدر؟ لأنه صاحبنا بده يبيع كل أملاكه لواحد، وبصراحة ما بيأمن غير إلي، لأنه كل شيء اشتراه كان على يدي. ها إيه، هلأ فهمت عليك. قول الله. تفضل. اوعى تقلي إنك ربحان كمان سيارة. شو السيارات مرمية على الطريق لحتى أنا على الطالعة والناس دي أربع بسيء؟ شو هاد؟ رابط علي. يا حبيبي ربحت شقة. شو بدي اساوي؟ الله بيحبني، انا مرضي. شو بدي اساوي؟ بتعرف لو ما كنت حضرت هاك مدير الرقابة والتنبيه شو كنت ناوي اعمل انا؟ شو كنت ناوي تعمل؟ بصراحة كنت بدي اعطيك حلوان الشقة اللي نزلت علي من السما. انا ما بنام على وحدة، مثل ما هديتني المفروض انا اهديك، بس ما بقدر. حزير لي. ليش بقى؟ لانه منصبك بيحرجك. يعني انت بتعرف الهديه بالنسبه لواحد بمنصبك تعتبر رشوه، وانا ما بيهون علي يحكوا عليك يقولوا عنك عم ترتشي. الا انه يشهد علي ربي حبيتك. السلام عليكم. ليش الله بلاني بهالمركز؟ يعني انا كتير فرحان. مكتب طويل عريض. شوفي، اذا بتحبي تغيري اي شيء بالفيلا انا ما عندي مانع، حتى لو قلبتي لي اياها مثل الجيران. لا ان شاء الله ما رح غير شيء، بخاف لما تتضايق لانه اكيد هي مرتبه كل شيء بالفيلا على ذوقها. يا حبيبه قلبي، انت شو طيبه وشو مزوقه وشو رقيقه. شو شباب، لوين وصلتوا بالمفاوضات؟ اخي اتفقنا على كل شيء وانت ما دخلك. يلا لشو، عيدوا لي كل شيء حكيتوه، بدي اسمعه كله. بعد الخطبة بنحكي لك. هلا لا تعدت لي قلبي. عدتك تيس، يخلع رقبتك عنزي. قوم معي قوم. وقف شو؟ قوم معي عود. عود قلي لشو، شو اخبار معملات؟ ماشي الحال. وصلت المواد الاولية والسبت ان الله راد بدور الالات. ليش للسبت طالما وصلت مواد بكرة مندورها؟ طيب ما بدهم يجوا العمال اللي بده يدوروا الالات؟ ليش ما عم يجيك عمال؟ يا رجل، جاني ناس مثل التراب، شي مهندس، شي خريج آداب، شي خريج فلسفة،
يا حرام، كل واحد شهاداته هالقد معه، كله بده يشتغل بس ما يقعد بطال. الله يعين، شو عملت فيهم؟ شو بدي اعمل فيهم؟ قلت له روحوا لك يا عم يشتغلوا بشهاداتكم، انا بدي عمال ذوي خبره. ماشي يا اخي، كم عامل ناقصك انت؟ بدك تقول يعني شي 30. اليوم بيكونوا كلهم عندك. ماشي الحال. شو سوسان نمشي نحنا؟ اذا بيسمح لي ابو سمير اطلع قبل نهايه الدوام بمشي. شو هي يسمح لي ما يسمح لي؟ الله يطعمه ما يسمح لي. لا سيدي ما راح اسمح له، واعلى ما بقديش اركبه. علي ما علي، اذا بتطلع قبل التنتين ونص لا اذا حنقف الدين تقرير، جيب اجله على يدي. اخي ايدك وما تعطيك، هاي الوظيفه اصلا كلياتها ما بقى بدنا اياها. روح بالله واشرب ميتها. انا بالله واشرب ميتها؟ ايه ايه ايه، روح الهي تتشردق بآلات معملك انت، فما جبانه. بس بتعرفي عباد معه حق، انت بحق لك امتى ما بدك تفوتي وتطلعي، واللي بده يعاقبك لسه ما خلي. انا هذا اللي بعرفه. الله يحييكي وعلى عيني شواربك. وين رايحين انتو؟ اخي رايحين نشتري خواتم الخطبه، انت عندك مانع؟ لا اللي بخالفك يقلب عنزه ان شاء الله. الله معكم. خاطرك ابو سمره. مع السلامه. الله معكم. باي باي. الله يبعث لك ايام حلوه. حكم علينا الهوى ما نبقى هلا سوا. لا اشرب الدواء. دخلكم انشكلت عيني. رن رن الله يوفقك رن. يا شقيقتي. اختي انتي مو شقيقتي وحبيبتي؟ اجل. طيب مو انتي صالحتي بين عمي وامي؟ قومي احكي مع نبيل بركي بيتحركش كامل يعني، وبيجي بيصالحني وبخلص بقى من هالهم اللي انا فيه. الله يخليكي. طيب بحكي لك معه. ايه قومي هلا احكي معه. تلاتة 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 خمسة واحد أربعة. ألو مرحبا نبيل. ألو لغير مكانك عم يقطش. وهيك لحظة وهيك. ايه منيح بتلوي رقبتي هيك لحظة. هيك منيحة. في إلك عندي خبر رح يفرحك كتير. أمي وعمي تصالحوا. الله يبشرك بالخير. خليهم يحلوا عنا بقى ونعرف ناخد راحتنا أنا وياكي. نعيش هيك كم يوم على كيوف كيوف هيك. ايه بس سهام لساتها. سهام مو مشكلة، معطيها ترالين ترق. معطيها ترالين بنيمها. كامل؟ ايه شفته. شو حكيت معه؟ كم ديدعه بوكسيهم بس بعدين شفقت عليه. يعني بده يجي صالح مرته وياخدها ولا لا؟ ما اخذها اليوم بياخذها بكره. الله بياخذ الجميع. اسمعي هلا اسمعي يا البشاره، بدها تطير لك عقلك. بشاره شو؟ الله بعث لي رزقه جديده. ما عم تسمعي؟ الله بعث لي رزقه جديده لك. مرضي انا مرضي. لك رزقه شو؟ حزري. نبيل لا تلعب باعصابي، قلي رزقه شو؟ بعدين لك شو ما عم تسمعي؟ بعدين بحكي لك. الله معك. شو قال لي؟ ما رضي يحكي لي شو الرزقة. لك وقت سألتي عن كامل شو قال لك؟ ايه قال لي ان شاء الله بصير خير. ان شاء الله يا رب. خير شو في؟ الك ولا لبي؟ لك اخي شو بدك؟ وليش هيك عم ترد علي؟ ما لعلك شو بدي؟ اخي احكي، اذا بحسن ساعدك بساعدك احكي. سمعت لك انه رفيق عديلك ابو سمير عنده معمل وعم يدور على عمال موظفين وعم يدفع رواتب مرتبه، بركي بتحكي لنا مع عديلك يحكي لنا مع رفيقه يوظفنا عنده. قال عديلي ابو سمير عنده هيك رفيق؟ لك ايه، وجارنا امبارح توظف عنده. وعم يدفعوا رواتب احسن من الرواتب اللي عم يدفعوها هو؟ لك بمرتين ثلاثه. معناتها جحي اولى بلحم توره. عم تنصت علينا؟ عيب عيب. ان شاء الله عمل لك وقع. برا وقع يا اخي، يستر على اختك وقع ومشيني. ما عندي اخت. قلت لك هي المعامله يا اخي ما بدها توقيعي، بتمشي بدون توقيعي. بس يا استاذ هني قالوا لي ان بدون توقيعك بالذات. بتروح بتقول لهم الاستاذ نبيل شقت يابو بيقول لكم انه هي المعامله وكل المعاملات اللي مثلها مشوها من عندكم ما بدها توقيعي. يا استاذ هلا انت شو بتخسر اذا كمشت قرمك وشخوط شخطين؟ مره شخوط.
ان شاء الله يرحم ابوك شخو. اذا بتترحم على عيلة شقتي ابو كله ما راح شغل، ما راح شغل ان شاء الله اعمل لك، ان شاء الله اعمل لك شخو. علي ما علي ما راح وقع. شو عم تقول له؟ لسه ما قلت له، عم قل له بقى خود مصنفك وروح وام روح فوت بجلدك. يعطيك العافية عديل، شلونك؟ أحسن منك. بتمون زعلان منك، زعلان منك، زعلان منك. بصالحك بصالحك بصالحك. ما أريدك. من بين كوعك أطلع لك، من بين بوعك أطلع لك، من قلب المكتب أطلع لك، من دقة ودقة أطلع لك، أطلع لك من دقة ودقة، أطلع لك من كوعك بوعك، أطلع لك من بين ضلوعك. خلص بقى خلص، زعلان منك أنا وجعل بالي إدعك بوكسين ساويك مثل أبو بريس. بتمون عديل بتمون، بس يعني أنا قصدك بخدمة، وإذا بتساوي لي إياها ما بنسالك إياها طول عمري، خدامك بصير. ولو إنك ما بتستاهل، معليش شو بدك؟ في إلك رفيق عنده شركة عم يحط فيها موظفين وعم يعطيهم رواتب كتير مرتبة، وانت بتعرف شلون الوضع، يعني انا متجوز تنتين وما في شي بالحال. ماشي بكرة بتداوم بس بشرطين. ها بكرة الظهر بجي لعندك باخد المرأة بصالحة وبرجعها عالبيت. بس ما لقلك لا تطاطي، لانه اذا تطاطيت انا بعلق، بتاخدها وبتروح وانا بعلق بقى بمشاكلكم. انت بتجي بتشرب فنجان قهوة بتترك الباقي، يعني انا بقود المركب. ماشي موافق. شو الشرط الثاني؟ بدي رفيقي صاحب المعمل يحكي عنك كلام سكره، يقول لي منين جبت لي هالموظف. بدي اياه يقول عنك قدوه لكل موظفينا، واذا بتطلع منك عيبه علي ما علي لخليه يسرحك تسريح تعسفي. مو بس هيك، وانا بقدعك بوكسين، بساويك مثل ابو بريس وبخليك تسوح بالشوارع بين المزابل. عيب عيب عديل، شو هالحكي؟ بدي خليه يجي لعندك ويقول لك انه هذا الموظف اكفأ موظف عندي. بدي بوسك. هلا على عيني شواربك. استر على اختك رن، جيني في حراره في حراره. طب ليش ما عم ترن؟ يا امي يا حبيبتي، حاجتك حاطه الحزن بالجرن وقاعده. شو هي اول مره بتجي لجوزك رزق ميري؟ لك مو اول مره، بس حسيت من كلامه انه هالمره الرزق كبيره كبيره كتير. لك قد ما كانت كبيره كتير، خود من التل بيختل. وبركي كان ربحان 5 ملايين. 5 ملايين؟ وانت الثانية ايش وشايفة المصاري مبعوتة بالاراضي؟ قال 5 ملايين. قال يا امي يلي ربح كل هالجوائز هي مو صعبة عليه يربح 5 ملايين. حلو، اذا ربح ال5 ملايين بتكون تكملولي حق البيت. انو بيت؟ انا شايفة بيت خارط مشت كتير، بس ما معي حقه كمله كله بقى، يعني اذا ربح بدي اتدين منه كم مليون. يلا انا فايتة لعند ابو سعيد بيكون داخل اوضة الاولاد. قلتك بيرن؟ لك شو عم حاكيكم سنسكريتي؟ عم قلكم المعمل ما عاد بده موظفين، بده عمال تشتغل ورا الماكينات. عجيبة، وكامل شلون وظفته؟ لك يا أخي كامل ما بده يتوظف حي الله وظيفة، الرجل بده يتوظف رئيس شؤون العاملين، ووظفنا وهذا المنصب بتحمل شخص واحد وأخده كامل. ابو سمير الله يوفقك، مشان الله حطني انا لكامل مساعد اول، وانيس مساعد اول لي. لك شو هي مساعد اول لك ومساعد عاشر له تضرب انت وياه؟ عم اقول لك هذا معمل قطاع خاص، يعني هذا المعمل ما بيحط وظيفه ما لها شغل، مو قطاع عام هذا نحشر فيه العالم حشر، الشغله اللازمه وبس. دبرها يا ابو سمير دبرها. سمعت يا ابو، عم قلكم شغل ما عاد فيه، يعني ما عاد فيه علي ما علي، اذا بتفتحوا السيرة مرة تانية لا ادحكم بوكسين ساويكم توأم سيامي. خرس امشي يا ابو الفوز، امشي امشي. تعال تبيا قبلت توظفنا؟ لك لا، بس بدي اسألكم سوسن طولت ما؟ نحنا كل واحد حامل منبه بده يقول كلمة بي هالحرف اللي طلع منه، مش اسم علم ولا اسم سيارة ولا أمينة ولا قلبي ما طاوعني خليها لبكرة، جيت اليوم بس إن شاء الله ما تعصلش. إذا عصلجت على مسؤوليتك. إذا عصلجت اتركها علي. وين حطينا المفتاح؟ كن معي. إذا كامل إبني إذا كامل ما قتلت العالي. أقسم بالله.
خليكي خليكي مريني وانا هون بقى هالقصة. يا رب يتصالحوا وتنحل هالمشكلة بقى يا رب. أخيرا لقينا المفتاح. تعال شوف. وين سهام؟ حبا عمي. أهلين عمي. تعي صفصاف عاوزك كلمتين تعي. منيح. موسيقى. انت شلونك؟ منيحة. مين موسيقى؟ كيف البابو؟ حلفتنت انه عندك ولا تسأل عنه. حق عليكي. شو العطلة هي؟ انت اللي تركتي البيت. الحق عليك انت، انت هددتني بالضرب، انت انا حملت شنطتي واجيت لهون. انا ما ضربتك، ما ضربتك. تعمل وعدني انه ما عاد تهددني بالضرب مره تانية. خلاص اعتبريني وعدتك. انا قايمه ضب شنطتي وروح معك. بس شو مشان شم قرين سعاد خانو؟ شو بسعاد بدك تخليها بالبيت؟ يا حبيبتي 100 مره قلت لك نسيلي الموضوع بقى. لازم تعرفي انه هي مرتي مثل ما انت مرتي، وانه في بطنه ببو مثل ما انت في بطنك ببو بقى. يعني هذا الموضوع نخلص منه. انت دوزني امورك، زبطت معك زبطت، ما زبطت لاقي لك حل، سوي اللي بريحك. ماشي، المهم انت ما تزعلني. من هالناحية بدي أعمل جهدي ما زعل ولا واحدة منكم. لك أنا بدي ريح مخي كمان. هاي هي قصة الرزق اللي الله بعد اسمه طعمني إياها، مو شغلة بتجنن. طبعا شغلة بتجنن. لك أنا مرضي صفصاف، الله بيحبني مرضي أنا. بس رضا الوالدين ما بيكفي، لازم مرتك كمان تكون رضيانة عليك حتى الله يحبك ويرزقك. إن شاء الله بترضى علينا. شو عاملين لها حتى ما ترضى نحن؟ ما قلت لي شفت الشقة؟ شفتها بعيني. وين صايرة؟ بأنه منطقة؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف شلون شفتها؟ شفت على الخريطة. أنا شقة بتطير عقل، شقة مشموسة، شقة كلها شمس ما بتتركها الشمس من جهات الأربعة، من دائر من دائرة. بكرة لا، ليش بكرة؟ اليوم باخده بخليك تشوفيه على أرض الواقع. هلا بيتراجع عن هديته؟ لا شو يتراجع عن هديته، كتب عقد بيع الشقة باسمي. لو تعرفي قديش ممنون إلي على الخدمة اللي خدمته إياها. عم بتخيل حالي عندي بناية فيها 4 شقات فوق بعضه، وعندي 4 نسوة، وكل مرة حاططها بشقة، وأنا طول الليل طالع نازل من شقة على شقة. ساعة لا بتطل لا عنب الشام ولا بلح اليمن، بتقضي الليل كله على دراج. لا لا تقبضيها جد، عم نمزح معي. مو خرج دراج أنا. أنا وين بدك تحطني؟ بدك ترميني بالشارع؟ الله يسامحك بالشارع، أنا بدي زدتك جوات قلبي جنب السمسون. خلينا نقوم نشوف الجماعة شبهون. يلا مع حلوة لنشوف شو صار معهم، عم يضحكوا ولا عم يتخانقوا. خلاص قومي بقى. لا يهمك، باخذ لك الملحق. عن إذنك عمي. الله معك وليبك، اوعى تبنشل. ما تطلعي من ابو عوزي. اهلين صهري. شو لساتهم جوا؟ لساتهم وعم يتوتوتوا. ايه الله يعطينا خير المفاوضات. صهري؟ اه. خايف يضربها؟ لا حتى لو ضربها انا بفهمه ما يقوي لها بوكسين بس هيك على منخارها. صفاء الله يرضى عليكي، فوتي لجوا يقوم يضربها. لا ضربها. شو؟ ما بكون تباركولنا؟ يخرب بيتك قوام اكل بعقلك حلاوه وصالحتي، يخرب بيتك من صائم. فعلا مثل ما بقول مثل، طب الجره على امها بتطلع البنت لتمها. شو يا نبيل ما صدقني انت تصالح، بدك يعني يرجع يتقاتلوا؟ لو عم نمزح على عيني شواربك. روحي روحي جهزي لنا الغدا خليهم ياكلوا لهم لقمتين. يلا نزلتي على ابو على الفاضي. عجب راح يصالح سهام يرجع لها البيت. يا أنا ما صدقت أنت خلصت منها.
تفضلي فوتي برجلك اليمينة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا فيك، نورتي البيت. البيت منور باصحابه. نصنية عيوني لا عاد تعيديها. والله اذا حليمه رجعت لعادتها القديمه يعني انت رجعت تهددني بدي عيدها. انت لا تستفزيني ما بهددك، وانت كمان لا تستفزني ما بستفزك. انا رايح شوف ابو صلاح. تعال الا بطريقك شوف المحامي مشان ينظم لنا عقد الشراكه. صدقيني ما في داعي للعقود، فيها تكاليف زياده ولا طعمه. ابو سعيد شنطاتي لساتها بارضها ومضبوبه، هلا بحمل حالي وبرجع لعند بنتي. ها امري لله، بنكتب العقود. ها البيت شق ثيابه. لنشوف. الله لا يوفقك، رجعتي يا بنت ضبي العضاضة. شو عليه؟ شايف؟ شايف؟ ما أنا طايقة تشوف خلقتي. بس حبيبتي بقى فوتي على غرفتك وانسي الكركبة كلياتها بقى. ما بقدر ما بقدر، نسيانة صعب أكيد، ملوش غير حل. بس بس غنية الشيطان، رجعتي له روحي على غرفتك. يلا ماشي حبيبي ماشي. يلا يلا. غلطة غلطة ندمان عليها. أبو سعيد شو تأخرت؟ ما لقيته للمحامي؟ ما عاد في داعي للمحامي. ليش بقى شو صار؟ أوان بدك تنقض الاتفاق اللي تم برعاية بنتي صفاء؟ ترى هلا بدبش انتهت وبمشي. ها ما بدي انقض شيء، بس الشروة كلها على بعضها طارت. لك تعال شوف وين طارت؟ حدا اشتراها قبلنا؟ هلا انتو ما قلتوا انه هذا المسؤول السابق ما بيأمن يبيع شيء الا لابو صلاح؟ لك ليكون ابو صلاح لط لحال الشروي. ايه ما لط شيء، اخطي قاعد بالمحل عم بيلطم على خدوده. لكان شو اللي صار؟ فهمني. الدولة حجزت على اموال المسؤول السابق المنقولة وغير المنقولة. خرج الله لا يقيمه، بركي بيتعظ غيره. كانت صفقة مرتبة. يا سفا لا تزعلوا له على بالك، خيره بغيره، في سابقين كتار. بكره ابو صلاح الا يلقطوا شي واحد قبل ما تلقطوا الدوله. الو فهميه دريت شو صار؟ لقطوه. شفت نبيل على هالشقه ما احلاها؟ لك بتطير العقل فعلا، حلوه وكسوتها ثقيله كمان. أنا لما شفتها يا نبيل حسيت حالي عم بحلم إنه صار عنا شقة ملك. لك أنا مرضي مرضي أنا مرضي. ناشك عم تبرفم حالك؟ مشان تصير ريحتي مثل الفل. ولمين عم تفلفل حالك؟ لوحدة بتطير ضمانات العقل، حسب ونسب وأصول وحلاوة وجمال. شو اسمها؟ اسمها رمز للطهارة والنقاء والحب والصفاء. تضحك علي لقلك تضحك. ليش في بالعادة يضحك عليك؟ أنا صدقيني إني ما عم بضحك عليك. ما كتير صدقتك. معك حق، هو يعني صدفة وشغلة نادرة إنه زوج بعد 15 سنة أشغال زواج شاقة يضل يحب مرته. بس أنا نادر، أنا نادر نفسي إليك. هاتي لك واحدة. وين رايحين؟ رايحين لبيت عمو عماد. ماما ما منطول. خدونا معكم. ماما ما منقدر ناخدكم، في ناس غربة بدون يكونوا بالسهرة. لكن نصه اخي ما يتغالز علي. شوفوا لا لا تقولوا لا، انت علمتنا انه عيب نقولوا لا. طيب اسمع سيد ولا علي، ما علي اذا بدرى انك تغالزت على اختك لركبك على طبون السياره ودورك بالمدينه وازقتها وخلي الناس تقلك تفي عليك تفي عليك. وليش بدك تعمل هيك؟ وصيها لها ما توصي اوامري. لا يا الصنصير، شو يا عم تصدر اوامر؟ شو رفعوك بواحد سبعة ولا؟ ليش انا مو شب البيت؟ لك شب البيت ونص صعود لنتفاهم، معنا عيني شواربك. ما
بس شب البيت عدم المؤاخذة بهالكلمة المفروض يكون حامل حمى، خصوصا إذا في بالبيت بنات. يعني لازم شب البيت يدافع عن أخته ويدير باله عليها، مو يتخلص عليها. هاد مصروف بكرة؟ نحن أولاد اليوم. ما بدي إذا جات فيقك بكرة بكير. على عيلي شواربك يا مزوي، مسيك لشو؟ يلا ها، هاي 10 لك و10 لأختك. لك تعا وهي 10 لك وهي 10 تاني لأختك. شو هالكرم الفظيعة؟ ليش ما حكيت لها؟ لا ما حكيت لها. بعدين بحكي لها. على عيني شغابك. دقة هون 1-0. هيك ألف مبروك. الله يبارك فيكم. كل يوم خطوب مشان ناكل محلاي. يا عم صح. صحيح عمودي أنت مرتك الأولانية بالسنادية شلون خطبتها؟ لأننا من السيرة، شو بدنا بسيرة هلا؟ بالدعاية شلون خبر؟ أخي صارت هيك الشغلة طمغم. طمغم؟ الله يطعمنا شي طمغم. مبروك مدام. الله يبارك فيك. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. مبروك أم السوس. الله يبارك فيك. تليفون لما. ألو. أهلين أبو عبدو. لا طمغم هون نحن. بعدين بحكي معك. لا واحد سائل عم يطمن ويغمي. لا الله معك. نبيل امتى ناوي ننتقل؟ لوين؟ شو لوين؟ على الشقة الجديدة. انو شقة؟ نبيل عم بسألك سؤال واضح وصريح، جاوب لي جواب واضح وصريح. امتى ناوي ننتقل على الشقة الجديدة يلي رحنا شفناها اليوم انا وياك؟ ها لما بتسأليني هيك بشكل صريح وواضح بجاوبك انا. طيب جاوبني. على شو؟ لك يا بالحاج تبرد علي بقى. خلاص بننتقل ب30 شباط نحن. وليش لنستنى ل30 شباط؟ ليش ما بننتقل هلا؟ لانه ما في 30 شباط. شو يعني؟ يعني ما رح ننتقل بنوب. ليش؟ مو عاجبني المنطقة. ليش مو عاجبتك المنطقة؟ منطقة كتير راقية. يا صفصاف، بشو هي المنطقة راقية؟ بسياراتها الفخمة ولا بمطاعمها الكبيرة ولا بشبابها الصياع؟ لكن الرقي مو بالمظاهر، الرقي بالأخلاق بالعادات. أنا بدي أولادي يعيشوا هون جوات الشام، بقلب الشام، يتربوا تربية الشام، يشموا ريحة ياسمينة الشام. جد جدي الله يرحمه لما توفى على إيدي قال لي لك يا نبيل يا شقة يابو، الله يرضى عليك يا ابني، بلادك قلبك أعطيها وغير فكرك ما بيغنيها. ومن يوم يومها أنا قررت أن أولادي يربوا هي التربية ويعطوا فكرهم ويغنوا بلادهم ويطلعوا أصيلين لجد جدهم ويطلعوا متمسكين بتقاليد شقة يابو. بس حضرتك سجلت على الشقة بجمعية سكنية ما لها علاقة بكل شيء ذكرته. هديك بتسكنها وهي ما بتسكنها. ومين قال لك أني كنت رح أسكنها لو طلعت لي؟ لكن شو كنت بدك تساوي فيها؟ كان بدي بيعها واشتري بحقها بيت هون بالحارة، بس الله بعدي اسمه أكرمني وخلى هالبيت اللي نحن ساكنين فيه ملكي وما عاد في داعي يشتري بيت. لك يا نبيل لعيت لي قلبي ونفخت لي إياه، شو ناوي تعمل بالشقة؟ ما بعرف، أنت شو رأيك؟ أجرة. لا، معقول شقة مكلفة مئات الآلاف أجرة مشان مئات الليرات؟ يا نبيل الشقة كبيرة ومكسية منيح، بتعطيك مصروف منيح بالشهر. ما راح أجرها مشان حفني من الليرات. هذا فيلم كنا نحضره بسينما روكس. لكن شو ناوي تعمل فيها؟ بدي بيعها. بدي أعمل فيها مشاريع خاصة قد ما نحن. صفا 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 رباعي المفعول. تواخذنا دكتور عم نتغلظ عليك. It's okay. I was born to look after your family, معي؟ لك الله محييك طول عمرك شاطر ورباعي المفعول. Let's go. ماما انتو شو اللي فيقكم؟ البابا قالنا نضل عندك ليرزا. ليك اجا؟ تفضل حكيم تفضل. Thank you. عند اذنك مومنت لاخذ لك وير. اوكي. يلا يلا. Take one. يلا بابا. يلا بيضاي عليكم. يلا روحوا. روح على غرفتكم. ماما.
هلا بفوت الدكتور رباعي المفعول الشاطر بيشوفها وبعدين بتجوا بتطمنوا عليها. يلا يلا سلامتك صفصاف. سلامتك. هلا انت رباعي المفعول. يو ليتل شيكي نوتي بوي. جود ايفنينج سويت هارت. جود ايفنينج. اهلين اهلين دكتور. اهلا وسهلا. هاي المريضه تفضل افحصها. اوكي اوكي سويت هارت. شو عم يوجعك ذيس تايم؟ ما في شيء، مدري شو صار لها فجأة، تلعبجة داخت اغمي عليها. اوكي، شي جيت ديزي. اوكي سويت هارت. بدون سويت هارت فهمني، افحصها مثل العالم والناس، شو وضعها؟ اشرح لي من غير سويت هارت. اوكي، ليت ات فور مي تيل اي اكزامين ات، ذن راح اقول لك. تفحصها يعني بالاول. افحصها. يا عيني عليك، افحصها بس علي ما علي إذا فحصتها وما عرفت شو وجعها. لبطل ازعجك بنصاص الليالي روح جيب بيطري بدالك. ها اوعى لا تغلط معي. اوكي اوكي مادم tell me exactly what happened with you. شو صار معك بالضبط؟ انا يا دكتور كنت عم بحكي مع جوزي، فجاه فتلت الدنيا فيني وتلعبجت لعبجه وما حسيت غير ولادي جنبي وعم يقولوا لي انه ابوه راح يجيب الدكتور مشاني. What else؟ بعدين لك يا بني هيومن بينج عم تقول لك انه تلعبجت وغط على قلبها، شو بدي اعرفها شو صار افتر الغط على قلبها؟ اوكي، تيل مي بعد ما تلعبجت، وات هابن؟ شو صار؟ دكتور وات هابن ها؟ وات ذا ماتر؟ اذا كنت شاطر لحالك احذر. اخيرا بدي احذر ولا بطيخ مسمر، انا هلا بفحصها وبعرف كل شيء وما بدي من نيتك. Give me your hand, madam. شو بدك بيدها؟ I want to take her pressure. ايه اذا برشها معليش. اوكي. أكيد راسك عم يوجعك ما هي؟ راسي عم يوجعني كتير. شايفة شو شاطر الدكتور يخزي العين عنده. وعرقت يا عرق. It's really cold, isn't it? بارد يعني. كتير. شايفة ما أشطر. يا محمد شو شاطر الدكتور. And you don't have the power to pull your hand up, isn't it? يعني مالك حيل ترفعي خنصرك. شايفة ما أشطره. Correct, that's absolutely right. قال أنا حيلي منيح مو مثلك. شايفة ما أشطره. That's it. I found it. شو طلع معاه؟ The problem is quite easy, very simple. مرض مرضاك is معروف كتير. مرض مرضاي ما شو مرضاك؟ قصدي مرض مرتك معروف كتير. شو هو شو معاه؟ ضغط نازل. Her pressure is really low. معناته أحسن شيء يسوي لك كاسة لبن، حط لها وقية ملح وشربها إياه. No, 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 no. You don't have to do that. Mate, listen to me. I'm gonna give her an injection. انجكشن يعني ابره فلتف الاجاره. يرضى عليك تكون رباعيه المفعول فور افكتس يعني تروح لها وجع راسها وترفع لها ضغطها وتشد لها حيلها وتنشطها وتخلي لي اياها مثل الحصان. ذا هورس لايك ذا هورس. اوكي تكرم يور ايز. الله يخلي لي اياها. مادام ابرمي. ها مشان شو؟ تو جيف هير ان انجكشن ابره بالوريد. وبعدين بدي اطمن على ماما. تفضل حكيم شرف زيح بروسلي. روحي من العقل روحي لهنيك. هاي جايز الله يعطيك العافيه. ان شاء الله بتستفيد على الابره اللي اعطيتها اياها. انا عم بحكي معك. اوكي سوري. بدي اياها مثل الحصان بعد الابره. وال وال I'm gonna tell you something mate. The injection that I gave her is gonna be basically well effective. Yes. Very strong. And really really useful. And beautiful. بده قلب على القناة الأولى بما فهمنا ولا حرف. ما مشكلة اكتب لنا دواء الله يرضى عليك. اودي اوكي يلا. أهلين بابا. أهلين. بس تكبر شو بدك تطلع لك بابا؟ بيطري. بس بشري لا بشري. اكسكيوز مي مان. يس. هاف يو جات بن؟ نو. شو يعني بن؟ قلم قلم قلم. سو اي فاوند ات اي فاوند ات هير وي جو ذيس از ات. يلا دواء مرتب يرضى عليك. واتس واتس يور وايفز نايم؟ اسم زوجتك. ما دخلك انت ام سمير دكتور. ايوه ام سمير. ام سمير يس. علي ما علي اذا طلع الدواء مو منيح لجيب بيطري. جيب بشري بدالك. اوعى بيطري. ايوه عشت. هير وي جو. يا عيني. لا 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 الناس تمشي لقدام ولا بترجع لورا لك حكيم. وايز ذا؟ شو وايز ذا؟ بالعاده بتكتب لنا اربع ادويه، اربع اقلام، مش معنى كاتب ثلاث اقلام بس وين الرابع؟ اوه ذاتس رايت. يلا اكتبوا الرابع بيحكوا عليك. فورجيفني سامحني. الله يخليك مسامحه. يلا اكتب لشوف الرابع، ضبطوا هذا الرابع. علي ما علي هذا الرابع اذا ما نفع لجيب حصان بداله. طب بيطري بدل
بشري بشري. This is the most beautiful prescription ever. يا بابا انا رايح على الصيدليه اشتري الدواء بطريقه بوصل الحكيم وانتم بتفوتوا بتطمنوا على انكم. Come on. Okay. جرب سيدي. هلا ما ايه حكيت له مع المدير. خليه يروح بكره على المدرسه ما في اي اشكال. انا شي نص ساعه بكون عندكم. حاضر. يلا عن اذنك مع السلامه. مساء الخير حكيم. اهلا اهلا استاذ نبيل. نحن لقيتك فاتح. خير ان شاء الله لقيك ملهوف. يا سيدي الله لا يلهف لك بال ولا يشغل لك قلب. شوف لي الرشيق. يا على عيني. هذا اول دواء لشو حكي؟ بيرفع الضغط. شاطر الدكتور. والثاني؟ بخفف وجع الراس. شاطر الدكتور. والثالث؟ الثالث يا سيدي منشط للدورة الدموية. شاطر الدكتور. والرابع؟ كرك لي على الرابع بس. وليش الرابع يعني؟ هيك هيك بعدين بحكي لك. قل لي الرابع لشو؟ الدواء الرابع عبارة عن مجموعة فيتامينات منشطة. هذا لو ما ذكرته فيك كان نسيان. اعطينا اياه. تكرم عينك. هلا وقت ابو عبدو. الو. اهلي ابو عبدو. الله حي اصلا. لا ماني قاعد مع حدا سئيل بصراحه. بهاللحظه انت السئيل. عم بمزح معك. الله لا يشغل لك بال. لا هون بالصيدليه. لك استعجل اصلا صافي بالسياره بنص الطريق. بدني حكره. لا مش حطولي اياها. بعدين بحكي معك. الله معك ابو عبدو. يسلم استاذ نبيل. قديش حسابك؟ يا سيدي الحساب 657 ليره. 650 ليره. يكتر خيرك يا سيدي. قديه نصهم هدول؟ نص شو؟ نص ال 650. 325. ليش؟ 650 زائد 325 55 31 بعد 3 بنطرح 975. ماشي. شرف حكيم. هي الفرقه. اعطيني 25 بسيك. طيب ليش عم تعطيني حق الدواء مره ونص؟ الله يسامحك. شو نسيت انه الدنيا هلا بالليل ملك شوفيريه التاكسي بالليل بياخذوا عداد ونص. يلا السلام عليكم. بعدين باخذوا. خايف يشحطوني السياره خطر. لا رح سجلهم 325. بكره بيفطن بيقول لي بدي الكمالة. عداد ونص. حلوة قوم فوت نام. ما بدي. ليش ما بدك؟ هيك ما بدي. لكن وين بدك تنام؟ هون بدي نام. ايه بتسهل. سهل مالك علاقة. يعني مصر؟ اسمعوا لقلكم كل واحدة منكم بتفوت على اوضتها وبتقعد احسن ما بتعرفونيها بعدين. انتي بقتفك لعند امك على حلب وانتي بقتفك لعند امك الكركمة اللي مقلش حد جربانة. شو قلتوا؟ ماشي رح جيب لك حرام. وانا رح جيب لك مخدة. ضرب لي. جنس المرود مثل الزيتون ما بيجي الا بالرص. افتحوا للخزان. افتحوا افتحوا لانه المي ما عم تيجي غير للظهر. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مين بده يدق هلا من الساعه 8 الصبح؟ الو. اهلين عماد. صباح الخير. تشتاق لك العافية. لا تخجلني. بتعرف لحالك. منيحة بتسلم عليك. قال امتى ما شرفت اهلا وسهلا. خلص لا تخاف. انت تعو ما يصير. انت تعو ما رح يصير غير اللي بيرضيك. مع مين كنتي عم تحكي من على بكرة الصبح؟ مع عبد الحميد. كان عم يسألني قديش الساعة. مع مين سوسن؟ مع عبد الحميد. ألف مرة قلت لك لا تكذبي. أنا الحب مو عيب لك أم السوس. بحق لك تحكي مع اللي بتحبيه الصبح والظهر والمساء. المهم إنك ما تتجاوزي الخط الأحمر وتضلي قد حالك. شلونه العنزة؟ قصدي العريس كيفه؟ بيسلم عليك. بدي لك يا مسوس انتو يعني بالاول وبالاخر سواء كان اليوم ولا بعد جمعه بتكون تجوزوا وتكتبوا الكتاب صح؟ صح ان شاء الله. وانت العروس يعني ولازم تشتري جهاز صح؟ صح. واللي مثلك ما بيلتقى معه مصاري صح؟ صح وصحتين كمان. شو ناوية تعملي مشان الجهاز؟ بدي انزل اليوم على البنك واخذ قرض. طيب انا عندي اقتراح. شو رايك ما تكسري نفسك لهالدولة وتاخدي هالقرض اللي بيخصموا ربعه وبيخصموا عليكي كل شهر من راتبة وبتطحطحي طحطحة لحتى توفي. شو رايك تاخدي 30 ألف ليرة عبدا ونقدا بإيديك؟
شكرا ابو سمير، بعرف انك انت قد وقدود، بس بخاف اتدين منك يقوم يزعل عماد ويحسبها غير شكل باعتبارك رفيقه. ومين قال لك رح دينك؟ انا ما بدين حدا عمي، مو تكوني عروس رفيقي، تكوني رفيقي بذاته. اخس يا ابو سمرة اخس، كنت مفكرة امتى ما طلبت منك هيك طلب تعطيني وما تردني خايبة. لك يا هبلة، انت بدك العنبات ولا بدك تاكلي الناطور؟ مو بدك تستلمي 30,000 ليرة شندي هلا؟ شلون؟ نعمل جمعية بالمديرية، منجيب 15 موظف، كل واحد بيدفع 2000، وبنعمل قرعة، اللي بيطلع دوره بياخذ المصاري وبيفك زنته. ومنين بدك تجيب 15 موظف، كل واحد منهم يقدر يدفع 2000 ليرة كل شهر؟ ايه بسيطة هي، أنا وياك اثنين بيبقى 13، هدول 13 تركيون علي، أنا بدبرهم. بس أنا ما بستفاد شيء إذا ما طلع لي أول اسم إلي. مين ما طلع له أول اسم أنا بدي أقنعه يعطيك إياه، شو بدك أنت؟ المهم تفكي سنتي. شلوني معي؟ بتجنن. الله حيوه، لازمك شيء. وين رايح؟ بعدين بحكي لك. إيه وأنا ما بقدر أدفع 2000 ليرة. أنيس فسفس صحصح معي، عم لكم ما حدا منكم رح يدفع ولا قرش، أنا رح أدفعهم كلهم. نعم أبو سمير، شو هالجمعية هي؟ بحياتي ما سمعت عليك جمعية أنا. وطي صوتك وطي صوتك اخي، انا معي 30,000 فرقه ما لهم شغل هلا، بدل ما بعزقهم هون وهون قلت لحالي بشترك لي ب 10 15 اسم بهالجمعيه، وهيك بصير بقبض كل شهر 2000 ورقه لمده 15 شهر. وليش هالبكه هاي؟ اعطيني اياهم انا كل شهر بعطيك 2000 ليره. الشهر الجاي بعطيك اياهم. المهم هلا فهموا، ما حدا يجيب سيري لسوسن نهائيا، بعدين بتبطل تدخلي بالجمعيه. انا رايح دبر 10 موظفين لخال. انا ما فهمت شيء. ولا انا. إلا أنكم أغبياء. شو الموضوع؟ شو كان عم يحكي؟ هو عيب. فضلوا فضلوا، يلا عد معي، يلا عدوا عدوا. واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، ستة ستة، سبعة ثمانية ثمانية، تسعة تسعة، عشرة عشرة، 11 11، وهي هون 13 14 15. اكتبي لي اسمك أنيسة سوسن. يلا يلا شهلي شهلي، هلا رح نعمل سحبة، كل اسماءكم هون، اللي يطلع اسمه بياخذ 30,000 ليرة حلال سلام. قري قري، هاتي ال 2000 حطها هون، لا اطعشها مثل هدول. ايوه يلا يلا، مدي ايدي، غمضي عيونك واسحبي انسه سوسن. ليش سوسن؟ انا بدي اسحب. اسحب تضرب شو مفسفس، اسحب اسحبوا. هات لشوف. بسم الله نيالك حظك. انا افتح افتحها. هات لشوف. ها سوسن، هاي سوسن شفتوها؟ هلا 30,000 ورقة بيطلعوا إليك حلال زلال، تفضلي. وأنتوا يا جماعة كل أول شهر بنجتمع وبنعمل هاي السحبة، وبيجيب واحد كل واحد منكم 2000 ورقة، وعلي ما علي اللي بتأخر بتسديده بقدعوا بوكسين بوصلوا على أستراليا لعند الكونغر اللي تركوا عباد. يلا شباب، يلا يلا شباب، يلا شباب، يلا شباب، يلا واحد اثنين ثلاثة حرك، أربعة حرك، خمسة يلا. ستة ثمانية تسعة يلا. يلا. عشرة 11 أنا 12 يلا الله معك. وأنت كمان بلشت تطاير وعلى مكتبة. فعلا يا عم السوس مثل ما بيقول المثل، حظ اعطيني وبالبحر رميلي. يلا خذي هلا 30,000 ورقة صاروا معي، تسحبي حالك وتنزلي على السوق تشتري جهازك وبتقضي شغلك. يخلي لي اياك يا ابو سمرة. يلا بخاطرك. وين رايحة؟ شو بكي؟ راجعة؟ بعدين بحكي لك. افحمتيني لجرب حظي. سوسن سوسن سوسن، اول مرة بغش بحياتي. يا ربي شو بدي اعمل؟ حتى لو قنعت اشتري لي سيارة جديدة ما راح استفيد شي، رزقي مرة كبيرة. ما في غير استشير امي. الو مرحبا امي. اهلين صفاء. يو شو بضغطي؟ طب ليش ما اتصلتي فيه لما كان عندك الدكتور بالليل؟ وهلا شلوني؟ هلا منيحة، بس في مصيبة كبيرة كتير رح تجيني اليوم. مصيبة شو؟ طيب 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 طيب، لا تكملي لا تكملي، بعد شوي يكون عندك. مازال صار عندك موبايل، ليش ما بتعطيه الرقم لحتى تتصل فيكي عليه؟ أبو سعيد بترجاك صحصح لي شوي،
بنتي هي اللي اتصلت فيي مو انا اللي اتصلت فيها، يعني انت ما رح يتسجل شيء على تليفونك، مفهوم؟ انا ما مشان الفاتوره بس هيك احسن، لانه بتتصل فيك على الموبايل بتطلعي له مباشره. شو عم تكتب؟ بدي أقدم استقالتي. مو لتستلم الشغل بالمعمل بالأول؟ باتشر بكرة بدي استلم الشغل. اسمع مني ولا تقدم استقالتك، خذ إجازة أسبوع زمان وجرب حالك الشغل بالمعمل، إن عجبك الشغل بتقدم استقالتك، وإن ما عجبك تقطع إجازتك وبترجع بالدوام وما بتخسر شيء. شو ما كان الشغل هنيك راح يعجبني، بكفي إنه راتبك 20,000 ليرة مو مثل هون. عيب عيب. ياله الكامل، يا ريت لي عديل. ادخل. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا استاذ كامل، خير اللهم جعله خير. قلبي مرفرف زي الطير. استاذ بدنا اياك توقعنا على الطلب. هات لشو؟ يه بدك تقدم استقالتك وليش بقى؟ استاذ والله يعني صاح لي شغل برا احسن. امو على عيني. هي مع عدم الموافقة. ليش ليش استاذ ليش؟ شلون بنقدر نستغني عنك؟ انا ما بقدر بستغني عنك، انت موظف كفؤ. يعني استاذ اذا جبت انا بجيب لكم 100 واحد وقعد محلي بس يعني وافق لي. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شلون بدك تجيب لي 100 واحد؟ نعم في 100 واحد يقعد محلك، بس ما في حدا بكفاءتك وخبرتك. ما بيجوز. انت موظف قد حالك ومعبي مركزك وثيابك. بعدين يا حبيبي نحن اللي علمناك ونحن اللي دربناك ونحن اللي عطيناك الخبره مشان تخدمنا، بتقوم اخر شيء بتتركنا وبتروح تخدم حدا ثاني غيرنا. ما بصير هالحكي بصير. يا استاذ برا راح يقدروا نشاطي وراح يعطوني على قد كفاءتي، وبالداخل بتتركنا مقطوعين من امثالك. على كل هذا موضوع تاني انا مالي علاقه فيه بتاتا. والمعنى استاذ؟ المعنى خذ طلبك واحمول حالك وروح على مكتبك لا تعطلني مشغول كتير.